هل ورد دعاء لدخول السوق؟ اي نعم، الدعاء يعني الأدعية الموظفة موجودة في كتب الأذكار، كالأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، موجود الأذكار اللي تقال عند الدخول السوق وعند الخروج من المنزل وعند الدخول المنزل وعند دخول المسجد والخروج منه، كله موجود، عند النوم وعند الاستيقاظ كل هذا موجود في كتب الأذكار.